قرارات هامة لوزارة التربية والتعليم اليوم الجمعة 25 مارس 2022. أهلا بحضراتكم في فيديو جديد على قناتكم التعليمية مستر مانويل، وشاكر لي كم التواصل والتواجد على القناة وكم الاشتراكات اللي بتجيلي كل يوم على القناة، وده الحمد لله بيدل على مصداقية القناة والمحتوى الهادف والمحتوى المتميز اللي بتقدم القناة منذ بدايتها. نبدأ بالقرار الأولاني وهو تأجيل الامتحانات، تأجيل امتحانات الدبلومات الفنية لمدة أسبوع. طبعا يا جماعة أنتم متعودين مني على القرارات الرسمية، يعني ده قرار خلاص رسمي لمدة أسبوع لتبدأ يوم 28 مايو بدلا من 21 مايو، يبقى كده امتحانات الدبلومات الفنية هتبدأ 28 مايو بدلا من 21، ويتم إعلان الجداول كمان على موقع وزارة التربية والتعليم خلال الأسبوع القادم. كمان وزير التربية والتعليم أكد إنه إلغاء التشعيب، طبعا طلبة كتيرة خالص بتسألني على إلغاء التشعيب، وضح وزير التربية والتعليم مركز في الجملة اللي جاية إنه يقتضي إعادة صياغة كثير من المواد لضبط حجم المادة مع الأزمنة الدراسية، وده معناه إن حتى الآن مش مفيش إلغاء للتشعيب، ده معنى الكلام اللي أطلقه وزير التربية والتعليم. كمان أول جدول للصف الخامس الابتدائي، طبعا عارفين الامتحانات 5 و6 ابتدائي هتبدأ يوم 26 و27 4 و8 و30 4، لأن عندنا الخميس والجمعة هيبقوا أجازة. عندنا يوم الثلاث هيبقى لغة عربية وعلوم، ده يوم 26، ويوم الأربع هيبقى لغة إنجليزية ودراسات اجتماعية، ويوم السبت هيبقى الرياضيات والتربية الدينية، طبعا الثلاث والأربع والسبت. كمان وضح وزير التربية والتعليم بالنسبة للامتحانات الثانوية، طبعا المؤتمر اللي الوزير جاي عليه دي له شهرين ثلاثة خد وقت ما اتعملش، طلاب الثانوية بصراحة في حيرة شديدة جدا. وزير التعليم منذ 4 ساعات قال الكلام ده على صفحة الشخصية على الفيسبوك تحريا للدقة، نظام الثانوية العام القديم أسئلة التقييم التي تقيس في معظمها مهارات الحفظ والاسترجاع للمعلومات، أما نظام الثانوية العام الجديد أسئلة التقييم التي تقيس مستويات فهم نواتج التعلم. ده كان رد من وزير التربية والتعليم على الأخبار المتداولة عبر السوشيال ميديا على عودة النظام القديم، اللي هو النظام القديم يعني الوزير قال ان في اسئله مقاليه هترجع، فبالتالي الناس ربطت بين عوده الاسئله المقاليه والنظام القديم، والوزير قال الكلام ده غير صحيح، قال مش كده وبس، ان احنا من المحتمل ان يكون هناك امتحانات تجريبيه على التابلت للصف الاول والثاني الثانوي كما اعلنت منذ فتره. الوزير كان اعلن منذ فتره وفعلا طبق الكلام ده على اولى ثانوي، وهيتم تطبيقه كمان على طلاب أولى وتانية ثانوي كامتحانات تجريبية، وقال بعد نجاح تجربة أولى ثانوي هنطبق النظام ده في رمضان على أولى وتانية ثانوي لتدريبهم، وقال إن طموح وزارة التربية والتعليم إن امتحانات الثانوية العامة تبقى على التابلت لكن بدون إنترنت لمنع الغش، وكمان قال إن طموحنا إن الامتحانات كلها تصحح إلكترونية، وده هيوفر للدولة في كل الحاجات، هيوفر ماليا بالنسبة للتصحيح الفلوس اللي بتروح للتصحيح، وهيوفر برضو في عدد المصححين وعدد المراقبين، هيوفر كمان لوزارة التربية والتعليم طباعة الكتب وطباعة ورق الامتحانات، كل ده قال وزير التربية والتعليم. لكن هل أنتوا شايفين النظام ده هيبقى ناجح؟ طبعا هما بيدربوا دلوقتي من 4 ابتدائي في نظام التطوير، السنة الجاية هيبقى تطوير 5 و6 كمان، وبعدين المرحلة الإعدادية، وقال وزير التربية والتعليم إن احنا خلال الفترة اللي فاتت قمنا بتطوير كل المناهج، فعلى مدار سنتين هيتم تطوير كل المناهج. هل انتوا شايفين إن التطوير ده هيسمح ب إن وزارة التربية والتعليم هيكون ليها باع في المستقبل، وكمان هيكون في تطوير حقيقي وتميز للطلاب ولا لا؟ ده السؤال اللي أتمنى تجاوبوا عليه في الكومنتس. شكرا لحضراتكم.